مرحبا فيكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. معكم محمد ابو صبيح من هون من سويد من جديد. اليوم بحلقه خاصه رح نتحدث فيها عن كيفيه تقديم طلب الحصول على رخصه قياده هون بالسويد. رح نحكي بالتفاصيل عن الخطوات يلي يجب انك تتبعها حتى تقدم على حصولك او تحصل على رخصه قياده. رح يحكي لنا كل هاي الامور ورح يتحدث فيها الاستاذ عادل جميل يلدو، مدير مدرسه كينج ترافيك سكولا. استاذ عادل، مثل ما حكينا للمشاهدين انه راح نقدم اليوم على الحصول على رخصه قياده، فبدي تحكي لي شو لازم اعمل وشو لازم احصل عليه من اوراق حتى اقدم لرخصه القياده. يعني الخطوات الاولى من البدايه. بالضبط. البدايه هو راح يكون التقديم على التصريح اللي هو اللي يسموه السويدي شوكوتستون. هذا يمكن نقدم عليه من خلال الانترنت على شركه بوتان بوتنسي، او من الممكن انه بالتليفون نحصل على هاي الاوراق اللي هي انا محضرها حتى تشوفوها، اللي هي تجي بهذا الشكل. هذه اللي هي التقديم بالبدايه، يسالون عن الحاله الصحيه والامراض والشغلات، وبعدين تكملها. وبهالشكل انت تتوقع هنا، ومكتوب هنا تلفونك ايضا، وفي ورقه اضافيه ثانيه ايضا يسالون اذا عندك حال، عندك شيء الحاله الصحيه. وهذا تجي اي هاي تجي لما انت تسوي الطلب. بعدين عندك هذا الدفعه الاولى اللي هي 220 كرون، واكو اياها ضمنها ورقه فحص النظر اللي هي هذه تتم عن طريق مدرسه تعليم سواقه او اي مكان اخر. بالنسبه للاوراق هاي مين اللي بيساعدنا فيها؟ هلا كمتقدم جديد هو يمكن ما يكون بيعرف كثير سويدي او ما بيعرف بالقوانين السويديه، هل المدرسه بتساعده بهاي الاوراق؟ اي طبعا بالتاكيد، اللي ما يعرف اللي جاي جديد واللي ما يعرف القوانين السويديه وهي الشغلات، يعني بالنسبه لرخصه السياقه اكيد راح يحصل على مساعده في مدرسه تعليم السياقه. اوكي، بعد ما تعبئت هاي الاوراق شو الخطوه الثانيه؟ شو لازم نعمل الشخص؟ دز الاوراق، وبعدين تجي موافقة اللي هي اسمها بيفيس أم شوكو تريستون، يعني التصريح اللي هو هذا اللي يجي، وهذا من خلاله من الممكن نبدي بالسياقة، يعني التدريب مع معلم، طبعا معلم خاص هو يعني اللي، أو عن طريق مدرسة تعليم السياقة. أوكي طيب، هلا بالمدرسة في كتير ناس ما بتروح للمدرسة، هل بتلاقي هاد هو خيار صحيح أم هو خاطئ؟ إنه في بيروح وبيحكي لك أنا خلص بدرس التيوري بالبيت وما بلزمني. هي ممكن يعني أكو ناس جربوا وإنه يجربون بهالطريقة، بس هي طبعا الطريقة الصحيحة والأفضل انه تكون عن طريق مدرسه تعليم السياقه، لانه راح يحصل على مساعدات اكيد يعني بشكل اسهل. مثلا اوقفت السياره يوم الاثنين الساعه 13، متى يحفلك لك الجلبه؟ هذه اللي يحف لك الجلبه هاي يوم الاثنين الساعه 13، زاد الوقت والله. وهذا الجواب راح يكون شنو الجواب الصح اللي راح يكون؟ We have a problem in non-defense. They can't share our time gap. Yes. They can't store us. لأن خلال الفترة الزمنية صار عندنا خبرة، ردت فعل في الطريق كثير عليك. فيحبوا يدفعوا الكرامة.
الليكس اتن اللي هو تعليم مخاطر يعني مضار الكحول والمخدرات هي تكون عندنا على شكل كورس 3 ساعات. بعدين عندنا التزحلق على الجليد اللي هو الهلكبانة واللي هي أول 2 تحصل عليهم لأنه ما ممكن تقدم للامتحان بدون هالشيئين. وبعدين هو اللي يصير عندنا امتحان التيوري النظري وبعدين امتحان اللي يسموه الأوبشنينج اللي هو امتحان السياقة. أوكي جميل. وإذا كلها أجتي مضبوط خلصت. بعدين لازم كل شخص من يبدي يحسب حساباته ويعرف انه من الممكن هذا الموضوع راح يكلفه بعض لانه حتى راح يكون تخطيط لازم من البداية حتى ينتهي بشكل صحيح مثل ما قلنا. والموضوع هو مو موضوع مخيف مثل ما تفضلت وانما مثل ما قلنا انه البداية صحيحة إن شاء الله راح يكون كل شيء صحيح وينتهي الموضوع بشكل سريع إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عادل. أهلا وسهلا. وإذا أي مساعدة يحتاج أي شخص من المشاهدين أنا حاضر موجود، يحتاج إيضاحات إحنا نساعد الجميع وأهلا وسهلا بكم.